يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس أكثر من مليون وواحد ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وستة آلاف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة أكثر من مائتين واثنين وسبعين ألف شخص